صباح الخير لسوريا، صباح الخير لكل جندي عم بيحمي أرض هذا الوطن الجميل، صباح الخير لكل أم قدمت أغلى شباب. هدول الأنبياء اللي نحن معترف فيهم، الأنبياء الحقيقيين اللي صانوا أرض سوريا. أنا شفت الإرهاب اللي كان موجود في منطقتي، واللي منع الأهالي، واللي عمل شيء ما هو طبيعي. الجيش السوري العظيم هو اللي بيحتضن هالناس اللي عم تطلع من تم هالضبع هالإرهابي. عم نشوفك وأنت عم تشتغل قديش أنت متأثر، وشفنا وأنت عم تشوف المادة، دموعك هاي دموع غالية كتير علينا. اللي كل سنين ببكي، ببكي على الشباب. أنا جبل صافون السوري الأوغاريتي، أنا نزار علي بدر. صباح الخير لكل شريط بهالوطن، صباح الخير لكم. الجيش السوري ما بيقتل، ما بيدمر، كله كذب. شفت الجيش السوري العظيم كيف استقبل هالاهالي، انا شايف، انا بنظر بعينتين، ولا يمكن اني اكذب. شفت الاهالي حاملين اولادهم وحاملين ممتعتهم وحاملين اغراضهم على دي منطقه في فسحه ارض، يعني لفتني هالمنظر كثير واثر فيه.